وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ثلاث ليال شهدت أعظم صداقة عرفها تاريخ البشرية، وانتهت الليالي إلا أن المكان بقي رمزا على تلك الصداقة. غار ثور أول حصن في الإسلام تحصن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق في طريقهما إلى المدينة المنورة خلال رحلة الهجرة. لا يزال غار ثور شامخا في أعلى جبل أكحل الشهير بجبل ثور، الذي يقع على مسافة 4 كيلومترات جنوب المسجد الحرام قريبا من حي الهجرة حاليا. يرتفع الجبل 760 مترا عن سطح البحر، وهو عبارة عن صخرة مجوفة ارتفاعها 1.25 متر تقريبا، ولها فتحتان إحداهما شرقية والأخرى غربية. ولا تمنع مسالك الجبل الوعرة الحجاج والمعتمرين من زيارته ليروا موضع المعجزة الإلهية، حيث عشش الحمام وباط وحاك العنكبوت خيوطه فأغلق فتحة الغار ليبدو مهجورا لم يدخله أحد منذ زمن بعيد. 3 أيام مشط فيها كفار قريش المنطقة بحثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، حتى قال الصديق له: لو أن أحدهم نظر إلى قدمي لأبصرنا تحت قدمي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك بإثنين الله ثالثهما؟ وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.